بات مشهد العشوائية مألوفاً بمحاذاة المدن الجزائرية، فلم تفلح خطط الحكومات المتعاقبة في حل معضلة بيوت الصفيح وبؤسها. هنا في مدينة وهران، ثاني أكبر المدن الجزائرية، حيث تنتشر العشوائية بشكل لافت، تقطن آلاف العائلات الفقيرة، عشوائية لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء وسط غياب أي خدمات. عمار الذي ولد بحي رأس العين، أكبر العشوائيات في المدينة، يعيش في هذا البيت الذي يفتقد أدنى ظروف الحياة الكريمة، ومعه زوجته وأطفاله الخمسة. حتى مسؤول ما يجي هنايا، وحتى مسؤول ما يحوس علينا، وحتى مسؤول ما يجي. الوسائل التالية قاع ما عندناش هنا. زيد الماء 45 عام بويا كان يسقي، يرفد الجريكات. أنا وليت نرفد الجريكات نسقي. ولادي ولا يرفدوا الجريكات يسقوا. ملي كنت صغير، ملي زدت أنا نسمع بلي غادي يهدموكم، ما بان والو لحد الآن. شفنا كاين تحت هنا وين هدموا لهم وكاع، حنا ما وصلناش ل 45 عام، مازال ما وصلناش. عشوائية تتوزع على كامل الأراضي الجزائرية، يعيشون فيها تحت وطأة الفقر وقلة الاهتمام وانعدام الخدمات. حي رأس العين هذا ما هو إلا مثال عن عدد كبير من العشوائيات التي لجأت إليها عائلات جزائرية تقطعت بها السبل وذاقت عليها الأرض بما رحبت. عشوائية أقل ما يقال فيها إنها تفتقد لأبسط حقوق البشر على أمل الحصول على سكن اجتماعي. تاريخ هذه العشوائية في رأس العين يعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، حيث لجأت عائلات إلى هذا المكان القريب من وسط المدينة بحثاً عن حياة أفضل وأكثر أماناً. وبعد استقلال البلاد تحول المكان إلى نقطة عبور تستقطب سكان الأرياف والقرى على أمل الحصول على سكن اجتماعي تعيد به السلطات من يقطنون هذه العشوائيات ليصبح حلماً بعيد المنال. الإلكتريسية قطعوا علينا كل شيء، ولكن تشوف الحاله اللي رانا فيها ما تمشيش، زعما ما كاش اللي يجي مسكين كيما ولات غابه هنا. اون فوري راك تشوف فيها، راك تصوروا فيها، راهي اون فوري ولات ولادنا قاع راهم مغبرين. كاينين ايكول هنا تريمار، كاين هنا واحد كوبيش، والبزوز ما عندهمش وين يلعبوا، راك تشوف يلعبوا غير هنا في الكيفان وهاد الجراف وهاد هنا وراهم يلعبوا. خطره واحد ينقرض، خطره هذه ما عندهمش وين يروحوا، ما عندهمش ان فاكتور باش يجيب لك بريه، ما يجيش الى بور دو سانت اندروا. هذا اليوم راهي تخلطت، ما بقاتش كيما كانت بكري كانوا فيها ولاد راس العين، دونك ساهي تخلطت. عشوائية حاولت الحكومات المتعاقبة القضاء عليها من خلال منح ما يسمى بالسكن الاجتماعي لسكانها، لكنها تمددت رغم تخصيص هذا النوع من السكن لملايين الجزائريين. خطط ووعود حكومية تتجدد إلى يومنا هذا لتأمين سكن للعائلات التي تقطنها وسط أزمة اقتصادية وحالة من عدم الاستقرار السياسي تمر بها البلاد، لتبقى الوعود والخطط طي أدراج الحكومات وعيون سكانها تترقب فرحة طال انتظارها. وبالرغم من إعادة إسكان ملايين العائلات ضمن برامج السكن الاجتماعي، سرعان ما تعود العشوائية لتنتشر في أماكن أخرى لتروي قصصاً جديدة عناوينها الفقر والبطالة والحرمان. زينب بنزيطة، أرتي عربي،
من مدينة وهران الجزائر.